نركض في كل يوم لهذا البدن ولشؤون هذا البدن. إذا حدث هنالك طارئ وعرض هنالك عارض لهذا البدن، نتألم أيما تألم. هذا البدن الترابي الذي نبذل معظم حياتنا لأجله، هذا نهايته التلاشي والفناء. بعض العلماء ذكروا، لعلهم عثروا على رواية ولعله اجتهاد ولعله احتمال، يقولون: لماذا تقام الفواتح على هذا النحو؟ يقولون: البدن عندما يوضع في القبر الروح تعود إليه في يوم سابع الموت، فترى البدن في تلك الحالة المذكورة في الكتب العلمية، فتتألم الروح جداً، لأن هذه الروح لها علاقة بهذا البدن، هنالك رابطة عميقة بين هذه الروح وهذا البدن. فعندما تشاهد البدن بهذه الحالة وبهذا الوضع الذي لا يطاق، جدا تتألم، فتقام الفاتحة من قبل ذوي الميت جبرا لخاطر هذه الروح، وتعود إلى هذا البدن في يوم الأربعين، وتفجع هذه الروح بمنظر أشد، فتقام الفاتحة وتأتي هذه الروح بعد مرور عام وتتألم أشد تألم. بعد أمل ماكو. هذا مثل أنتوا عندكم علاقة ببيتكم، البيت اللي عشتوا فيه مدة طويلة، عندكم علاقة بهذا البيت. إذا حدث هنالك حادث ورأيتم أن هذا البيت يتهدم حجرا حجرا، شلون تتألموا؟ علاقة الروح بالبدن أشد من علاقة الفرد ببيته، ولذلك تقام الفاتحة أيضا بعد مرور عام، ثم الروح بعد تفقد الأمل بهذا البدن الترابي وتذهب إلى سبيلها. كان بعض العلماء يقول إن سبب إقامة الفاتحة في هذه الأيام هو هذا،